ومعنا عبر الهاتف المحلل العسكري السيد محمود الإبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمود. مرحبا بكم وبمتابعيكم. أهلا وسهلا بك. إذا أستاذ محمود، النظام يستميت للحفاظ على المطارات العسكرية كونها منطلقا لطائراته التي تقصف مناطق المعارضة، لكن لماذا يستميت تنظيم الدولة في البقاء فيها حتى الآن؟ تنظيم الدولة يتبع الآن سياسة واستراتيجية جديدة تضمن له البقاء في مربع داخل الأراضي السورية، وصولا إلى صحراء طرابيل المشتركة بين العراق والأردن وسوريا، من أجل أن تكون قاعدة عمليات خلفية وقاعدة إدارية له تعقب وتخلف الموصل التي باتت الآن بحكم ساقطة عسكريا، وأيضا الرقة التي تنتظر السقوط المرتقب خلال شهور 6 قادمة قد تكون من عمر هذا العام المرتقب. يختلف تماما إلى أن التنظيم يختلف تماما في توجهه عن النظام. النظام لا زال يعتبر في نظر المجتمع الدولي أنه دولة ذات سيادة تدافع عن أرضها، وهذه هي الطامة الكبرى التي تواجهها الثورة السورية، بينما التنظيم ينظر إليه العالم كأن على أنه قوة من المرتزقة والقتلة وأيضا تجار الدم. الصراع الآن ليس فقط على المطارات، الصراع على مناطق نفوذ، ولكن تمسك تنظيم الدولة بالمطارات التي تحدثتم عنها في تقريركم الألهام، وهو مطار التيفور ومطار دير الزور العسكري، يختلف من ناحية عن استراتيجية النظام. النظام قد يخلي مطارات عندما يرى أن الواقع على الأرض يحتاج هذا، والواقع السياسي أيضا، بينما تنظيم الدولة يتمسك بالمواقع التي يراها قد تحمي وجوده الخلفي. سأتكلم بشكل مباشر عن مطار التيفور ومطار دير الزور، هما يختلفان تماما من ناحية تنظيم الدولة. تنظيم الدولة يناور الآن في مطار التيفور لحماية عمق تدمر، وليس من أجل البقاء والمكوث في هذا المطار أو حتى السيطرة عليه، لأنه يعلم أنها منطقة عمليات مشتبكة، ويقع على موقعين رئيس أو يقع قرب موقعين عسكريين سوريين رئيسيين، هما منصة الفرقة 11 والفرقة 11 للمدرعات التي تقع على مطار السين والفرقة 18، بينما مطار دير الزور هو مطار مطوق من 4 جهات بالتنظيم الدولة، والنظام يتمسك به ليس رغبة في التمسك بمقدار ما هي رغبة روسية للحفاظ على نقطة نفوذ للنظام داخل منطقة دير الزور التي تؤمن وتشكل عمق خطوط التابلاين لنقل الغاز التي من المخطط إنشاؤها بإدارة وإرادة أمريكية بانطلاقة من الخليج العربي وصولا إلى تركيا. إليكم. الآن المعارك أستاذ محمود الأشد تدور بين تنظيم الدولة والنظام في مطاري التيفور بريف حمص ومطار دير الزور العسكري، يعني لو تشرح لنا الأهمية الاستراتيجية لكلا المطارين ودورهما في توازن هذه المعركة. نعم، بالنسبة أولا لمطار دير الزور، التنظيم يحتاج مطار دير الزور كنقطة أساسية ورئيسية لتواجده العميق القادم في منطقة الشرق السوري، والتي ستكون ضمن ولايتين يريدها تنظيم الدولة، هي ولاية الفرات التي تشكل عمق مع الجانب العراقي، وولاية الخير التي تتشكل من حدود مرقدة في شمال شرق دير الزور وصولا إلى بادية تدمر. في هذا المحورين يريد تنظيم الدولة بناء دولة جديدة له تخلف الموصل والرقة، قد يقوم بنقل قيادات جديدة وقيادات رئيسية إليها من رأس التنظيم المدعو أبو بكر بغدادي وصولا إلى القيادات العسكرية والأمنية التي بدأت تتحرك الآن في المنطقة. أيضا مطار دير الزور عندما يسقط تستطيع قيادة تنظيم الدولة إعلان ولاية مستقلة أو إمارة إسلامية على مقاسها في مدينة في عمق الصحراء، تستطيع من خلالها المناورة وصد أي هجوم بري واسع يشكل خطر على وجود هذه الدولة على عكس الموصل والرقة. هذا أولا. أما مطار التيفور العسكري فأؤكد وأركز أن تنظيم الدولة لا يريده بحجم الإرادة التي يريدها بدير الزور، هو يريد مطار التيفور العسكري من أجل تأمين عمق تدمر فقط، وليس من أجل السيطرة على المطار، على عكس دير الزور التي يريد مطارها أن يكون بقبضة يده. بينما مطار التيفور في حال استطاع النظام فك الحصار المحيط به بشكل حقيقي، وهو لم يصل إلى هذه النقطة إلى هذه اللحظة، سيستطيع النظام من خلال مطار التيفور تأمين تمركز جديد لقواته من أجل إعادة الهجوم اتجاه غرب تدمر، ثم الاستيلاء على تدمر، ثم تعزيز النقاط في منطقة السخنة وشمالا إلى منطقة الكم في معركة الرقة. مطار التيفور نقطة هامة الآن تقف في وجه النظام من أجل تحريك قواته إلى نقطتين رئيسيتين، هي غرب تدمر ومن ثم منطقة صحراء الكم من أجل عمليات الطبقة القادمة، ولهذا يختلف العمل في المطارين سواء التيفور أو دير الزور. إليكم. المحلل العسكري السيد محمود الإبراهيم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات.